رجعت معكم مشاهدينا، صار وقت ايت سمارت. اليوم معي رندا فهد، بدنا نذكر بمسابقه بير لايت. عندكم بعد ما جيت تشتركوا لنهار الثلاثاء الجاي، تحطوا الجواب على صفحه الفيسبوك، في عندها خبريه اكيد. وموضوعنا اليوم هو عن الفايبروميالجيا، رح نعطي هيك سريعه لمحه شو الفايبروميالجيا وكيف الاشخاص اللي عندهم هالشيء ممكن يحسنوا وضعهم من خلال التغذيه اكيد. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك انت؟ كثير منيحه الحال. خلينا نبلش بالمسابقه، نذكر شو كان سؤالنا. سؤالنا كان اللي هو بلشنا امبارح، اي في جلايسيميك اندكس اقل، هل هو الفريز اما الاناناس؟ لما بنحكي عن نفس الكميه طبعا تينا، ولحد هلا صار العالم بيعرفوا جلايسيميك اندكس كل ما كان عالي كل ما نحن رح نجوع اسرع. كل ما نحن رح ناكل اكثر. فالمشاهدين بلشوا يجيبوا من امبارح على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر، ناطرين لاسبوع الجاي لنكون عم نعلن اسم رابح اما رابحه. اليوم عندي كمان خبريه لها علاقه بتناول النشويات وايجابيه تناول النشويات. هلا انعمل احصاء لنساء هن حوامل، وهذا الاحصاء راح من سنه 1998 لسنه 2011. بهذا الإحصاء كانوا عم ينسألوا النساء شو عم ياكلوا خلال حملهم، وكمان كان عم بعد ما ولدوا هالنساء تبين قديش كان في ولادات هي الطبيعيه، الولاد طبيعيه، وقديش منهم كان في الولاد عندهم مشاكل خلقيه اما اولاد توفوا عند الولاده. وبالحقيقه تينا تبين انه نسبه الوفيات اما يكون عندنا تشوهات خلقيه كانت زايده وقت الامراه كانت عم توقف تناول النشويات. ونحن هون بنرجع لموضوع ليش انعمل هيدا الإحصاء، لأنه في كتير أشخاص بفكرة أنه النشويات هي شغلة سيئة بنبتعد عنها وبس بتنصح 100%. فبيصيروا عم يبتعدوا عنا لأنها بتنصح. وقتها بيبتعدوا عنا بتعدوا عن اللي هن الحبوب، بتعدوا عن كل شيء له علاقة بالخبز، كل شيء له علاقة بالباستا. أوقات كمان بيبتعدوا عن كل شيء له علاقة بالبقوليات كفول وفاصول وحمص الى اخره. طب ما هو كلهم هن مصدر للفوليك اسيد اللي هو نحن بنعرف اساسي للولد، 100% لنمو الولد الصحي. نمو الجنين. فاذا وقتها هول كانوا عم ينشالوا من الاكل كانت الامراه معرضه لهي لابنها الجنين يكون عنده مشاكل. ولكن في مجال انه الوحده تخفف من النشويات وتاخذ مكملات غذائيه؟ اكيد، والتخفيف بوقت معين لازم يكون ضرورة. إذا الإمرأة عم تاخد وزن كتير أكيد كبير أكيد. هيدا شيء منه ما رح يكون منيح، كمان عنده سيئاته طبعا. إذا الإمرأة زاد عندها السكري بالحمل كمان هيدا مش منيح. ولكن هون ما فينا نحن نخترع، بدنا نروح عند أخصائية تغذية أكيد. هون نحن شغلنا لنكون عم نساعدكم بأنه نكون عم نعرف نقسم أكلاتنا شو هن النشويات، شو نوع النشويات اللي بدنا ناخدهم. لأنه بالدراسة كمان تينا حكيت على مشكلة الجلوتين هون، فكتير أشخاص بيقولوا أنا بدي وقف الجلوتين. بتوقف الجلوتين كمان الإمرأة ما بيعود يعني إلى نفس تاكل، يعني بتبتعد عن كتير أشياء تانيين مش بس الجلوتين 100%. فصار عندنا كتير من المأكولات حرمت حالة منهم. لكن هون كان عندنا مشاكل، والمشاكل زادت بنسبة 30%. يعني عندنا المرأة معرضة بنسبة 30% عالية. نسبة كتير أكيد. عالية للتشوهات الخلقية. فهون بليز يعني الإمرأة الحامل برجع أنا بنصحها، هيدا منه وقت رجيم على ذوقنا، هيدا منه وقت رجيم لنضعف فيه، هيدا وقت لنهتم بحالنا ونهتم بالجنين. وإذا نحن ما بنعرف نعمل شيء هالشيء لحالنا بليز نروح عند أخصائي التغذية. برجع بقول لكم نحن شغلنا نكون عم نساعد. في شغلة كثير مهمة إنه هيدا هالفترة هالتسعة أشهر منه وقت إنه السيدة تفكر بنفسها 100%. في حدا تاني 100% بنفس المشروع 100%. وكثير حلو إنه إذا عم تفكر بهيدا الجنين وصرنا بنعرف كمان تفرق كثير. بحكي أنا بس على ناحية الأكل لأنه اختصاصي، قديش نحن إذا أكلنا مضبوط بهالفترة عم نعرف قديش نحن عم نأثر على نمو جنيننا أكيد. وعلى هو مكسب كيف حياة، كيف حياته بدها تكون عم تنمى وكيف صحته بدها تكون عم تكمل. حلوة كانت خبريتنا اليوم رندا. رح ننتقل لموضوعنا الأساسي اللي كان الفايبروميالجيا.
الفايبروميالجيا تينا مشكل، هو مشكل بنقول له التقلص الليفي بالعضل. يعني وقد صعب انه كمان تشخيصه، في كثير اشخاص يمكن عندهم هالعوارض وكثير صعب انه يوصلوا لهالتشخيص. 100% طبعا التشخيص هون مش لحدا بده يعمله، صح. الطبيب بده يكون عم يعالج هيدا الشخص وماشي معه على وقت معين ليعرف انه هالشخص عنده هالمرض. هو شو ببلش اوجاع بالمفاصل؟ هو اكثر شيء اوجاع بالمفاصل، ولكن هالاوجاع تينا فيها كثير كثير تزيد بشكل انه الشخص بحس حاله عن جد مش قادر اليوم قوم على اولادي اذا الامراه يعني عم نحكي اولادي، يعني اللي هو انا واحد من قلبه بده يكون عم يقوم، او مش قادر كشاب او كصبيه روح على شغلي، او كرجل مش قادر كمل بحياتي بشغلي. فهون هالقد بيستحوذ هيدا التعب على الجسم بشكل انه الحركه بتخف كثير من وراء. وقت تخف الحركه تينا بصير واحد عن جد ما قادر يحرك، ما هي كمان قله الحركه بتجر بعضها بتصير سايكل 100%. وبنفس الوقت كمان الانسان بيصير ديبرست، يعني لانه هو ما قادر يحرك، فهالشيء بياثر عليه نفسيا. والتاثير النفسي بياثر بطريقه كمان سلبيه على مشكله الفايبروميالجيا. كيف النظام الغذائي بفوت هون بهالموضوع؟ فاذا نحن مثل ما بقول انه خلينا نشوف هل الغذاء له تاثير هون، الجواب اكيد الغذاء له تاثير، ولكن هو منه العامل الوحيد مثل ما بقول. وإذا طلعنا الوقت رح ضوي الأضواء على عوامل تانية كمان هي بتأثر سلبيا أو إيجابيا على موضوع الفايبروميالجيا. غذائيا أول شغلة بدي أقولها أنه تبين أنه الكافيين هو من الأشياء اللي هي سلبية لمريض الفايبروميالجيا. ليش؟ لأنه الكافيين وقت عم نشربه بكثرة عم يأثر على النوم. يمكن شخص بيقول لك أنا بشرب القهوة وبنام، ما عندي مشكلة. ولكن النوم تبعه ما رح يكون نوم مريح. سو النوعية هون اللي بتختلف. مزبوط. نوعية النوم. مزبوط. فهو بيكون نايم ولكن النوم منه مريح. وهو إذا ما ارتاح جسمه بالليل لكن الصبح بده نهاره يكمل منه مرتاح. أوكي. فهون بيجي عندنا مشكلة الكافيين. الشغلة الثانية أكيد هي الكحول، وخصوصا الشخص اللي هو شوي عامل ديبرشن عم ياخذ الأدوية. أدوية للديبرشن أبدا ما في يتناول الكحول. وإذا ما عم بياخذ أدوية بده يبتعد كليا عن الكحول. يبتعد كليا عن الكحول لأنه رح ينتبه الشخص إنه هو متى ما تناول الكحول اللي هي بتطلب الإنسولين السريع اللي هو بعد ما جسم يفرزه رح نحس حالنا في خمول تعبانين، رح يحس تاني يوم عنده خمول كتير قوي. وهون كمان تبين انه 7% من الاشخاص اللي عندهم فايبروميالجيا هن اشخاص عندهم حساسيه على نوع معين من الاكل. فاذا هون ما في عمم، يعني فيكون عنده شخص حساسية أو عدم قدرة على تحمل مأكولات معينة. يمكن شخص تكون على كل شيء له علاقة بلحومات معينة، شخص تاني له علاقة بالشوفان، شخص تالت له علاقة باليست. أما هون الواحد شو بده يعمل، فحص ولا بده يجرب؟ لا، في يعمل اثنين. الأهين هو يعمل فحص. طبعا نحن بعيادتنا في عندنا فحص بنقدر نعمله لنشوف اذا الشخص عنده مشكله بانتولرنس معين. وبهذا الفحص بالفعل انا بلاحظ انه بيساعد مريض الفايبروميالجيا اذا عرف شو هو اللي عم بيضايقه ويبتعد عن هذا الموضوع. عم تقولي الانتولرنسز او يعني قله التقبل لبعض المأكولات ممكن تاثر سلبيا على حاله الفايبروميالجيا 100%. هلا هون تينا، طيب عمل فحص الانتولرنس وابتعد عن هالمأكولات، هل هو صح من مشكلة الفايبروميالجيا؟ أنا اللي بدي أقوله إنه تبين إنه 30% من الأشخاص هن أشخاص بصحوا إذا ابتعدوا عن مأكولات معينة. حلو. هيدا رقم، يعني في أنا أكون من هال 30%. ممكن العوارض تخف بس يمكن ما تروح كليا. على الأكيد، في أشخاص منهم من هال 30%. بس في إفادة. بس على الأكيد رح يكونوا عم يستفيدوا. فهون ساعتها هون اكيد حزين الواحد يكون عم يعمل فحص أكيد. انا عن جد بهيدي الكيس ومن وراء خبرتي وتجربتي بين انه عن جد كانوا الاشخاص الواحد قد ايه بده يعطي حاله مهله. رندا بتفتكري يعني اذا طلع عنده انتولرنس على الخميره تيعرف انه في افاده ولا ما في افاده، برجع على اكل الخميره ولا مثل بعضها؟ تنظيف الجسم بده تقريبا جمعتين. اوكي، مش مده كثير طويله. لا لا لا، بده جمعتين لنعرف حالنا
ولكن نحن متى ما عرفنا خي عم يريحنا هالشي هون لازم يكون عم نظف جسمي لمدة 3 أشهر. فإذا أنا بلش حس حالي مرتاح بعد أسبوعين، ولكن بثلاث أشهر بيكون تقريبا عملت علاجي. هلأ بعد 3 أشهر أنا عارف حالي أنه هالأكلات هني بيضايقوني، فأنا في يكون عم فوتهم ولكن مش بكثرة. يعني ساعتها كمان في بروجرام بروتوكول قديش فيه فوتون وقديش بالفريكونسي، يعني كم مرة بالنهار أو بالأسبوع إلى آخره. بعد عنا دقيقة رندا، بعد في مأكولات واحد لازم يبتعد عنهم أو يزيدهم يمكن؟ في عنا اللي بيبتعد عنهم هو الزيوت، زيوت الفستق، زيوت الذرة، هي من الزيوت اللي بتضر، غير عن طبعا زيوت الترانس فات المهدرة المضرة أصلا المفروض نبتعد عنها 100%. عنا المأكولات اللي هي مصنعة اللي بتزيد لها مونوسوديوم جلوتاميت اللي كثير من أشخاص فايبروميالجيا عندهم حساسية عليه. وقتا نقرأ على الغلاف كل شيء له علاقة بالجلوتاميت، كل شيء له علاقة بالهيدرولايز، كل شيء له علاقة بالكازيين هون معقول يكون عم يضره للأشخاص. كمان عنا الأشخاص اللي هو السكر بيكون عم بيضرهم، وما بدي أنسى في عنا أشخاص نوع معين من الخضرة بتضايقهم، بنقول لهم نايت شيدز، يعني مثل بندورة، مثل الباذنجان، ومثل كمان الفليفله الحلوه. هولي مأكولات اللي هي كتير كتير صحيه لنا، ولكن اشخاص معهم فايبروميالجيا ممكن تزعجهم. هذا اذا غطيت الاشياء اللي هي لها علاقه بس بالمأكولات. هلا كنا بس لاحكي عن قضيه الجلوتين هون، إذا في انتولرنس بنبعد عنه، إذا في انتولرنس بنبعد عن الجلوتين، إذا ما في انتولرنس ندخل الجلوتين بنظامنا الغذائي. ثانك يو رندا لهالمعلومات. رح ناخذ بريك سريع ومنكفي على لايف، ضلكم معنا.